الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك سبحان عندك ما أبلك الحمد يا سيدنا محمد الفاتح لما وغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة أولا مقبولة منا إلى حضرة النبي المصطفى حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ثم إلى حضرات آبائه وإخوانه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأصحابه وأتباعه ومحبه وعلينا معهم يا رب العالمين اللهم ثم إلى حضرات أصحاب البدريين والأحديين والخندقيين والحنينيين والحديبيين والموتدين والتبوكيين والكربليين وبقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين اللهم ثم إلى حضرات جميع مشايخنا في سلسلة الطريقة أهل السماء والأرض كلهم أجمعين خصوصا بالخصوص شيخنا وسيدنا شيخ المشارق والمغارب قطب الأقطاب غوث العظم لاذن الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني اللهم ثم إلى حضرة شيخنا وسيدنا سلطان العارفين قطب الجن والإنس الشيخ أحمد الكبير الرفاعي اللهم ثم إلى حضرة شيخنا وسيدنا إبراهيم الدسوقي اللهم ثم إلى حضرة شيخنا وسيدنا أحمد البدوي اللهم ثم إلى حضرة شيخنا وسيدنا غريب نواس خرج معين الدين الجستي الأجميري اللهم صل إلى حضرة شيخنا وسيدنا قطب العالم رئيس الزاهدين شيخ المشارق والمغارب سيد محمد أبو بكر المنهوري اللهم صل إلى حضرة شيخنا وسيدنا قبد محي الدين قطب مسليار اللهم صل إلى حضرة شيخنا وسيدنا مندفن قطب نجار الكرنغوري اللهم صل إلى حضرة شيخنا وسيدنا شاه الحميد الناهوري وداود الحكيم اللهم صل إلى حضرة شيخنا وسيدنا قطب الزمان مولانا بالفضل سيد الأبي المنفرمي اللهم صل إلى حضرة شيخنا وسيدنا زين الدين المخدوم الكبير المعدري الفناني اللهم صل إلى حضرة شيخنا وسيدنا صادق مهدي الرسول عاشق الرسول مر القاضي وليانكودي اللهم صل إلى حضرة شيخنا وسيدنا قطب السيد إبراهيم باطشاء وسيد أبو طاهر ولي الله ووزير عباس وحكيم دكتور ويوسف دكتور وزين العابدين فاطمة الزهراء ورقة صبي ورابية بيبي وكل شهداء أبي بلدان ودي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين اللهم صل إلى حضرة شيخنا وسيدنا وجدنا محمد قطب مصطفى ولي الله ولوري اللهم صل إلى حضرات جميع الأقطاب والأوتاد والنجباء والأبدال والأولياء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكر وأنثى من الجن والإنس أجمعين بشأنهم وأسرارها بعلومهم اللهم احمنا بحمايتهم اللهم احفظنا بفيوضاتهم يا رب العالمين اللهم صل إلى حضرات من معطوا منا من آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وإخواننا وأخواتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وسائر أقربائنا وأحبائنا خاصة اللهم ثم إلى حضرات أموات المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لهم اللهم ارحمنا اللهم ارحمهم اللهم واعف عنا واعفهم اللهم أكرم نزلنا ونزلهم
اللهم وسر مدخلنا ومدخله يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرنا وقبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرنا وقبورهم حفرات من حفر النيران. اللهم نور قبرنا وقبورهم بنور القرآن. اللهم وسر قبرنا وقبورهم بوسعة القرآن. اللهم جمل قبرنا وقبورهم بجمال القرآن. اللهم علم قبرنا وقبورهم بعظمة القرآن. اللهم لا تعذبنا ولا تعذبهم في القبور حتى يوم القيامة. بجاه حبيبك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اللهم افتح لنا اللهم افتح لهم ابواب الجنه. آمين. اللهم اطعمنا اللهم اطعمهم طعام الجنه. آمين. اللهم اشربنا اللهم اشربهم شراب الجنه. آمين. اللهم البسنا اللهم البسهم لباس الجنه. آمين. اللهم فرشنا اللهم فرشهم فراش الجنه. آمين. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك الامان. آمين.